وأنا أحييكم من جديد. مع استمرار الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتضييق الخناق كذلك على تهريب الأسلحة والمخدرات، أعلنت الأردن عن إحباط محاولات تهريب جديدة من سوريا إلى الأردن من خلال المسيرات. الجيش الأردني أعلن في بيان له إسقاط طائرة مسيرة في المنطقة العسكرية الشرقية حاولت تهريب أسلحة عبر الحدود السورية، وألقى باللوم على فصائل موالية لإيران يقول إنها محمية بوحدات داخل الجيش السوري في تهريب المخدرات عبر حدوده. المسيرة هي الثانية التي أسقطت خلال 3 أيام، كانت محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأردن، حولتها السلطات الأمنية في الأردن إلى الجهات المختصة للتحقيق بشأنها. الجيش الأردني كان قد أعلن أيضا الثلاثاء الماضي إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا، هذه المرة حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات. وقبلها في فبراير تمكن الجيش الأردني من إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقيات. وفي مايو الماضي مقاتلات أردنية استهدفت تاجر حبوب الكبتاجون السوري مرعي الرمفان المقرب من حزب الله بريف السويداء الشرقي عند الحدود مع الأردن. وبينما يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر عن إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات قادمة من سوريا، تقول دمشق إنها تبذل قصارى جهدها للحد من التهريب والقضاء على عصابات المهربين في الجنوب. كما تنفي دمشق تواطؤ الفصائل المدعومة من إيران والمرتبطة بجيشها وقواتها الأمنية. نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من عمان سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني سابقا، أهلا بك، ومن دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي، أهلا بكما ضيفي الكريمين. واسمح لي أن أبدأ من دمشق معك أستاذ عبد الحميد، لأن الانتقادات في الواقع موجهة في هذه المرحلة لدمشق، ويقال بأن هناك تقصير أو هناك إخفاق أمني في محاولة وقف هذه العمليات، عمليات الترهيب. هل هناك تقصير من دمشق أو هناك مشكلة أمنية، هناك عدم قدرة على ضبط الأمور الأمنية عبر الحدود؟ مساء الخير لحضرتك سيدة ريم ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. بداية من الواضح بأن هذه العملية اليوم في هذه المسيرة التي كانت تحمل بعض الأسلحة، يبدو أنها تحمل رسائل أبعد من أنها تحمل هذه الأسلحة الخفيفة، والواضح بأن تكرار هذه العملية عبر مسيرات ربما يقول بشكل واضح بأن هذه الحدود غير منضبطة، وبأن من أطلق هذه المسيرات بصرف النظر عن من يكون وتصنيفه يريد تهديد أمن الشقيقة الأردنية وشعبها وأمنها المجتمعي وأمنها الحدودي بكل الأحوال. في الجانب الآخر يبدو بأن الأمرين معا كما تفضلت، ربما يكون هناك بعض التقصير لأن المنطقة ربما تختلط فيها المجموعات الموجودة فيها سواء كانت مسلحة أو ميليشيات أو بعض القوى السورية. وفي الجانب الآخر ولا شك أعتقد بأنه إخفاق من الجانب السوري في هذا الإطار لكي لعدم القدرة على ضبط مثل هذه الحدود بصرف النظر عن تكوين الفصائلي والميليشياوي الموجود. بالنتيجة هذه أرض سورية، أرض سيادية سورية، وترتبط مع شقيقة أردنية أيضا، مع الشقيقة الأردنية بحدود تتجاوز 370 كيلومتر تقريبا، وبالتالي لا بد من العمل في صياغتها. الموقف الأردني، أعتقد الموقف الأردني السياسي كان موقفا متقدما وتحديدا في الآونة الأخيرة، وقد حمل راية العمل الدبلوماسي العربي وتبنى كثير من المواقف والمعطيات وهذا
وهذا لا شك فيه، ولكن الأردن كذلك يطالب بالتزام أكبر من دمشق لوقف عملية التهريب هذه. وهنا سؤال معالي الوزير، ضيفي يقر بأن هناك إخفاق ربما من الجهة السورية لضبط الأمور الأمنية عبر الحدود. الأردن ترى بأنه يجب على دمشق المزيد من الالتزام، ما الذي يقصد بالمزيد من الالتزام؟ وكأن هناك خطوط أو هناك عناوين صغرى لهذا العنوان الكبير، وربما نكون نتحدث عن إمكانية أن يكون هناك عدم قدرة على حل هذه المشاكل بالطريقة التي ترضي الأردنيين. مساء الخير لحضرتك والأستاذ الكريم من دمشق، وأنا بشكره على موضوعيته بالتعامل في تفسير الذي يجري. والأردن طبعا لا يريد أن يحول الأمر إلى معركة سياسية أو أمنية مع سوريا. الأردن يريد أن يتعامل مع الأشقاء السوريين باعتبارها قضية مشتركة يتم التعاون من أجل حل هذا الموضوع. والدليل أنه بيان عمان الذي كان موجود فيه وزير الخارجية السوري مع عدد من وزراء الخارجية العرب تم التوافق من خلاله على تشكيل لجنة أمنية مشتركة سورية أردنية وعراقية، لأنه كمان في حدود مشتركة. ولذلك هو منهج الأردن أنه يريد أن يصل إلى حلول لهذا الموضوع. لكن احنا عندنا تصور واضح بالأردن ومعلن وبلغ للقيادة السورية بالمناسبة، وبلغ حتى للجهات الأمنية والعسكرية السورية، وبلغ للإيرانيين خلال التفاوض أو الحوار الذي كان يجري في بغداد قبل أشهر طويلة. الأردن يعتقد بناء على معلومات مؤكدة من أجهزته الأمنية أن هنالك ميليشيات ذات طابع طائفي تقترب من إيران أو موالية لإيران تريد تقوم على فعل هذا الأمر، لها علاقات وثيقة مع تجار مخدرات طبعا تستعملهم لأنهم يدركوا الجغرافيا الموجودة ولديهم خبرة فنية في التعامل، لكنها توفر الحماية وتوفر خلينا نقول الحراسة والتقنيات العسكرية لعمليات التهريب. وفي نفس الوقت أيضا هنالك من يتعاون مع لأسباب تتعلق بفساد، برشوة، بتقصير، أيا كان التفسير، من جهات يعني في سوريا، لكن لا أريد أن أعمم. أبلغ هذا الموضوع إلى الرئيس السوري بشار الأسد بشكل مباشر. نعم. الذي قال أن هنالك الوضع على الحدود، هنالك فوضى، هنالك فساد، هنالك رشاوي، لكن هذا الموضوع نحن لا نريد أن نحول الأمر إلى خلينا نقول معركة سورية أردنية، نريد أن نصل إلى حالة من التعاون الأردني السوري، ونريد والجميع يدرك أن هذه الميليشيات التي تعمل على الحدود السورية الجنوبية على الحدود الأردنية الشمالية، هذه الميليشيات لها رسائل سياسية أيضا إضافة للعمل التجاري المكسب المالي، هي أيضا تريد أن توجد قضايا وملفات مشتركة بينها وبين الأردن وإيران للضغط الإيراني على الأردن لأسباب أخرى. نحن هذا الموضوع ندركه جيدا. القضية تتشابك فيها التجارة والمال والأمن، ويتشابك فيها السياسة ومحاولات إيران للاختراق في معل الأردن بهذا الموضوع. هناك طابع سياسي تحمله هذه العمليات. ولكن أستاذ عبد الحميد، هذه الفصائل أو هذه المجموعات المدعومة من إيران، القريبة من إيران، المتواطئة مع إيران، كما تقول الأردن وكما تقول بعض التقارير كذلك المثبتة ببعض الأسماء، دمشق تدافع عنهم وتقول بأنه ليس هناك تواطؤ من مثل هكذا مجموعات. هل تحمي دمشق هذه المجموعات ولماذا؟ لا أعتقد أنها تحميها بالمفهوم المباشر والمعنى الدقيق. أنا أميل إلى الاعتقاد من خلال الواقع القائم إلى أنها كثير من هذه المجموعات، وكما تفضل سيادة الوزير السابق المعيطة في هذا الأمر، هناك تقاطعت مصالح مجموعات، منها تجار مخدرات، منها فاسدين، وهناك جهات ربما أيضا من الميليشياوية أو من يرعاها. ولكن استمعت لضيفي، ولكن أستاذ عبد الحميد استمعت لضيفي، ضيفي يقول بأن التجارة التهريب يتقاطع أو تتقاطع مع السياسة، هو هكذا يرى الموضوع. صحيح، هذا الذي أريد أن أقول. نعم، هذه السياسة أنا أراها هي تحول هذه الأدوات إلى أدوات ابتزاز ضد الأردن من ناحية، وأيضا للتشويش على إمكانية أن يكون هناك صفاء بين الأردن وسوريا على المستوى الرسمي في المستقبل بعد كل الذي أقر في اجتماعات عمان وفي اجتماعات جدة. وبالتالي أنا أستبعد أن يكون هناك حماية مباشرة، ولكن أميل إلى الاعتقاد بأن هناك
نوع من الفوضى ولكنها ليست مبررة. لا نستطيع أن نبرر مثل هذه الفوضى على حدود ندعي ونقول بأنها أرض سيادية سورية، ولكن لا بد من النظر إلى هذا الجانب على أنه جانب متشعب وجانب خطير. أريد أن أحيل أمرا، وهو حين قامت نفذت عملية الطيران وقتلت شيخ التجار في تلك المنطقة الرمثان من حوالي شهر ونصف. نعم. أعتقد بأن هذه المسألة كانت إشارة واضحة. نعم. من الجانب الأردني على أنه سيقدم على أكثر من ذلك في هذا الإطار، وبالتالي أعتقد بأنه كان لابد أن تصل هذه الرسالة إلى الجانب السوري ويكون هناك تعاون بين الطرفين للاستفادة من القدرات الأردنية. طيب. ما شكل هذا التعاون معالي في هذا الإطار؟ معالي الوزير في دقيقة إن سمحت لي، ضيفي يقر بإخفاق من الجانب السوري، ما العمل لمحاولة إيقاف عمليات التهريب هذه؟ هناك الجانب السياسي اللي هو بارد في بيان عمان والتعاون والتنسيق الأمني والعسكري بين الأردن وسوريا، لكن حتى الآن كل هذا الأمر لا يساعد الأردن ولا يوقف هذا الأمر. لذلك الجيش الأردني يقوم بحماية حدوده بنفسه، لأنه كل القضايا السياسية مع إيران ومع الأشقاء السوريين حتى الآن لم تصل إلى النهاية. هناك محاولات إيرانية لابتزاز الأردن، نحن بنعرف طائرة مسيرة شو بدها تحمل أسلحة، يعني هي ما أسلحة، لكن الرسالة في الموضوع الرسالة الإيرانية سيئة، ومحاولات صنع ملفات بين الأردن وإيران للتفاوض عليها كانت واضحة بالموضوع. الجيش الأردني لحد هذا الموضوع حد هذه اللحظة لا يعتمد على الجانب السياسي ولا على نتائج كل الذي يجري، يعتمد على ضبط الحدود من خلال القوات المسلحة ومن خلال الأجهزة الأمنية الأردنية. شكرا جزيلا لك معالي سامح المعايط وزير الإعلام الأردني سابقا، وأشكر كذلك لضيفي من دمشق عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي. بهذا أتينا إلى نهاية بانوراما لهذا المساء، أعود غدا ألقاكم في نفس التوقيت بمواضيع جديدة. السلام عليكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.